قسم الحركه، وفي ناس بتاع التمويل يعني، وفي ناس متخصصين في النقل النهري. نقدر نقول يعني هذه الهيئه بهذا وجبنا لها مدير عام يعني واحد من اكفأ الكفاءات السودانيه، يعني زول بي اتش دي هولدر، يعني زول عنده دكتوراه في مجال النقل والمواصلات يعني في امريكا، واشتغل فتره طويله هناك يعني. فنقدر نبشر المواطن انه ان شاء الله يعني هالفتره اللي فاتت نقرا انه كان في ازمه كبيره، لكن الان نقدر نقول الازمه احسن كثير يعني، حصل انفراجه كبيره جدا. ونوعد المواطن الكريم كمان ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله هيكون بعد ذاك وصلنا للحلول الجذريه نعم والحلول المواطن المستدامه. نستمع لمواطن اخر على الهاتف. مرحب. الو. عليكم السلام. الو. مرحب بك، سامعينك. السلام عليكم. عليكم السلام. الو. سامعينك، تفضل. مرحب بك. حولكم يا اخي، بنشكي من مواصلات في، نعم، من عدم مواصلات في اتجاه صالحه الشقله. نعم، في اي وقت يعني ما في مواصلات؟ وهذه الحته اللي نحن بس دايرين انكم تعالوا علينا يعني. شكرا جزيلا. نعم، طيب احنا يعني بكل ما مر من الاطراف جايانا ازمه بتاعت مواصلات، يعني الصالحه برضه من هي منطقه ناشئه جديده وفيها حركه بتاعت عماله وحرفيين وكده، ودول اكثر ناس بيستغلوا المواصلات يعني. بالضبط. تحلون كيف؟ بالضبط. زي ما بشرناهم ان شاء الله، انا ما اقدر اقول لهم يعني من يوم بكره كل المواصلات، ازمه المواصلات بتحل في 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 الخرطوم، لكن نقدر نقول احنا ماشيين بخطوات حسيسه وخطوات ثابته وخطوات منهجيه وعلميه في ان نصل لحل جذري لقضيه المواصلات، يعني بزياده مواعيد النقل، باداره الطلب على النقل، بتطوير الهياكل والمؤسسات والقوانين والتشريعات الخاصه بقضايا النقل والمواصلات، بتطوير التحسينات المروريه. ونقدر نقول في قضايا زياده مواعيد النقل، يعني واحد برضه من سياساتنا اللي احنا شغالين بها بالاضافه لاستيراد المحصات الجديده، يعني دايرين نساعد الذين يمتلكون الحافلات القديمه انه نساعدهم عبر مؤسسه التنميه الاجتماعيه، عبر اداره التمويل الاصغر، فانه نوفر لهم التمويل عشان يقدروا يصينوا حافلاتهم الواقفه دي. وهسه عندنا سياسه معلنه يعني سميناها مشروع يعدل طريقك، بنقدم لاي زول عنده صاحب حافله او مركبه عامه يعني بين 8000 لحد 18000 جنيه سوداني، يعني عشان ما يساعدوا في صيانه مركبته، سواء كان عمره بتاع مكنه، صيانه لسات، داير اي نوع من انواع الصيانه يعني، ده كله عشان نقدر يعني نزيد مواعيد النقل يعني. يعني السؤال ما زال سيد المستشار غايم، هنالك سوء اداره لو جاز التعبير يعني، اللي الان المعين المتاح في سواء كان مملوكه للولايه في شركه المواصلات او حتى الحفلات، يعني في تسيب واضح فترات اوقات الذروه دي وبعد المغرب اصحاب الحفلات بيغيروا خطوطهم، بيقسموا الخط على خطين، يعني دي المعاناه بتكبد المواطن، في نفس الوقت الباصات دي فيها تسيب في ادارتها، فاحنا دايرين بالضبط اجابه واضحه يعني. بالضبط، يعني انا بقدر اسميها تسيب، لكن اقدر اقول محتاجين نزيد الكفاءه بتاع التشغيل. نعم. يعني في مواعيد النقل سواء كان خاص بشركه المواصلات العامه او ما يسمى باصات الوالي او بالنسبه للحافلات. نعم. يعني زي ما تكرمت، يعني احنا بنفتكر يعني واحد من القضايا اللي هسه احنا شغالين بندرس فيها بصوره مستمره اللي هو زياده كفاءه تشغيل باصات شركه الباصات شركه باصات ولايه الخرطوم. لانه احنا بالنسبه لنا يعني في يعني مساحه كبيره جدا في عشان ما يزيدوا بزياده عدد الورديات، يعني تدريب السواقين يعني حتى في الشوارع، لانه في ناس كانوا بيشتكوا. مرحب. استمع الهاتف. الو. عليكم السلام. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. اكفي صوت التلفزيون حتى عبد الوهاب من بري. مرحب بك. بس احنا عندنا مشكله كبيره في المواطنات بتواجهنا. نعم. اي مكان نمشي فيه ويكون فيه زحمه دائما الاولاد والرجال هم اللي بيركبوا ويخلوا النسوان والبنات، ودي حاجه ما كويسه يعني، المفروض تكون في مقاعد بتاعت نساء. نعم. ما في مثلا جاري يقعد فيها يعني تكون فاضية. نعم. شكرا لك اختنا مبري. طيب دي جزء طبعا من المشاكل اللي بتحصل، انه السيدات طبعا ما بيقدروا يزاحموا ويدافروا كده، فهم بيطالبوا يعني ما جندرد يعني، لكن يعني هم بيطالبوا بحقوقهم يعني. بالضبط، احنا والله متفهمين الحته بتاعتهم ومتعاطفين معاهم جدا يعني، وخاصه النساء والاطفال وذوي الاعاقه، يعني بيواجهوا مصاعب كثيره جدا يعني. نعم. واحنا ان شاء الله سياستنا انه ما في زول يدافر يعني، حتى الرجال ذاتهم ما يضطروا يعني يستخدموا عضلاتهم كده عشان ما يستخدموا المواصلات يعني. نعم. فان شاء الله زي ما وعدتهم
فان شاء الله شغالين بصوره مستمره نحل الاشكالات دي. لكن لو الازمه استمرت طبعا واحنا ما بنتوقعها تستمر بعدها بتحتاج تعمل بعض السياسات الاجرائيه، مثلا تعمل مقاعد مخصصه للنساء وكده، لكن ده في حال انه والله يا اخي في منظورنا انه الازمه دي هتستمر فتره طويله، لكن احنا في بالنا ان شاء الله وفق السياسات يعني اذا استمرت ممكن تخصص باصات للنساء عايز قبل كده اتعملت حاجه زي دي في ولايه الخرطوم، لكن ما شايف احنا محتاجين لها هسه باعتبار انه يعني وفق السياسات الماشيه دي يعني هيكون في انفراجه بصوره كبيره جدا، لانه هيكون في عدد كبير جدا من مواعين النقل الجديده هتدخل ولايه الخرطوم. نعم. هيكون في اداره بصوره كبيره جدا على الطلب على النقل بما فيه ذاته، يعني في رحلات كثيره الناس بيسووها ما ضروريه يعني خاص بالخدمات، الناس بيجوا مرات كان في الخرطوم، الناس الواحد يقدر يشتري خضار بيجي وسط الخرطوم، فشغالين بصوره يعني مرتبه بصوره منهجيه عشان نقول عدد كبير من الخدمات كده للمواطن في حته قريبه بحيث لا يحتاج انه يعمل رحلات ما ضروريه. الحاجه الثانيه يعني شغالين في التحسينات المروريه، لانه واحد من المشاكل الكثيره بيواجه الناس انه الواحد عشان يمشي من رحله من نقطة البداية لنقطة النهاية بياخذ زمن طويل، وده حتى أصحاب الحافلات بيتأثروا بها. الواحد بدل ما يعمل لك مثلا كم 12 رحلة في اليوم تلقى نتيجة للاختناقات المرورية دي يعني بيعمل رحلات أقل في اليوم يعني. فدي كلها يعني زي ما وعدتهم الموضوع في كفاءة التشغيل نتيجة كفاءة التشغيل بالضبط جزء من اختناقات المرور. اكزاكتلي. طيب دي حلها شنو اختناقات المرور دي؟ اختناقات المرور دي دايرة حلول هندسية، مثلا في حتات تلقى مثلا فيها بسموها الراوند اباوت الصينية. نعم. يعني لما تعمل دراسة هندسية مرات تصل لنتيجة انه يعني الحل الامثل ما هو الصينية بل هو الاشارات الضوئية. مرات يحتاج توسع الشارع مثلا يكون فيه لين واحد مثلا بيسموه اللين بدل لين واحد اللي هو المسار بتاع العربه. نعم. يعني بيحتاج توسع الشارع مثلا في 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 في, في هذا التقاطع مثلا تخليه زي 4 أو 5 لين مرات. نعم. في حتات مثلا يعني التقاطع مثلا زي البشير مثلا تلقى فيه اختناق كبير جدا. نسمع ناس الكلاكه دي شايف صوته مرتفع يعني مخونا علي من الكلاكه مرحب بك. واقف يعني بالذات في منطقه مشهد انا بجي من الباص واقف لكن ما في ركاب فبضطر اني اركب ال 14 رات من الحفلات وبمشي بخليه انا يعني في نظري انه الحتات الطرفيه البعيده دي ما محتاجه لباصات لانه اوريدي بتلقى ال 14 راكب دي موجوده. نعم. انا يعني محوجتها من الكلاكلة للخرطوم لكن الحتات الطرفيه ده انا برا انه تتسحب منها لانه اصلا عدد الركاب بيكونوا بسيطين وما يعني البضع عشان تمر بياخذ زمن كثير جدا. نعم. دي نمره واحد. نمره اثنين بالنسبه لل لا 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 الشيء اللي بعرفه انا على حسب الشيء اللي عارفه بالنسبه للموظفين والناس العبانه الشغالين في المواصلات. نعم. يعني في كوادر بالناس وضعها جدا لكن الشيء اللي حصل له انه في جزء كثير منهم ترك الشغل او خلى الشغل. نعم. ليه؟ لانه المرتبات بتاعتهم بسيطه جدا يعني انا حسب علمي انه مرتباتهم بياخذوا 700 جنيه. نعم. 700 جنيه دي في الوقت الراهن ده يعني ما بتعمل ايش يعني واحد لحد 15 ما بتكفيه. فجزء كبير منه ما بعرفه معرفه شخصيه ترك الشغل وخلى الشغل. فانا ما اعرف راي المستشار شنو في الحته دي. شكرا لك اخونا علي من الكلاكلة. هو اتكلم عن حاجتين يعني وخليها سيرته واضحه يعني كيف ترد عليه. وتحدث عن انه مشكله الاطراف دي ما حلها بالخط بتاعك انت السريع ده انه يكون سريع انما محتاجه لمواعين النقل العاديه دي انها تجيون يعني لانه كده حزيد معاناتهم. وبدليل انه حتى الناس اللي بيجوا يشتغلوا وسط الخرطوم وكده لانه الان اقتصاديا مرتبه ما موازي مستوى صرفه هجروا العمل يعني وتركوه يعني فكيف انت حتقوم تجيب لهم خطوط سريعه بتكلفه اعلى. أنا طبعا يعني ما ذكرت أنه هو الحلول السريعة هو ده الحل الوحيد يعني ده إضافة للخطوط الأوريدي الموجودة. نعم. يعني لأنه في زول بيحتاج مثلا داير يستفيد من السرعة. نعم. داير يستفيد من زمنه يعني داير بدل يمشي مثلا الرحلة بتاعت ساعتين يمشيها مثلا في أقل من ساعة مثلا فبتحلوا ده هو بقدر أجر أمجاد ولا التاكسي exactly. يركب يعني أحسن حاجة السياسة دائما في المواصلات أنه توفر خيارات متعددة للناس. نعم. يعني في زول زمنه بيكون ما مهم لكن ممكن ينتظر يعني ما فارق معه الزمن بقدر ما أنه الشيء المهم بالنسبة له السعر وفي زول تاني مهم بالنسبة له الزمن أكثر من السعر كله احنا إن شاء الله هنعمل لهم حلول يعني فزول الدار ينتظر الباص ولا الحافلة العادية بالسعر العادي بيقدر بينتظر والزول داير يستعجل ويمشي بدل يركب تاكسي ولا يركب أمجاد بيلقى الخيار بتاع الباص ده أسهل بالنسبة له فنقدر نقول احنا هنوفر يعني عدد من الخيارات يعني بالنسبة لكل المواطنين يعني. طيب الرغابة على الحفلات دي واستغلال الناس في فترة الذروة وخاصة الفترة المسائية يعني دي كيف انت بتتم يعني انت قلت في ناس في المواقف مراقبيننا والمواقف بدكم. نعم.
قبل ما تردني على سؤال، انا نستقبل تلفون من بتاع البحر ده. نعم، ويستغلوا الخط السريع ده افضل حاجه يعني. السلام عليكم. عليكم السلام. الخط السريع بتاع من اسال منك. خفض صوت التلفزيون يا اخونا عشان نسمعك. اي من البحر لنهايه الشنقيطي. الشنقيطي على اساس انه مش اسمع. لا الخط يا انا مع اقتراح السيد المستشار، اقتراح 100% صح. نعم. يعني لو جينا نحن الخط السريع ده من 100% صحيح 100%. وبعدين ثم ثانيا يا خفض صوت التلفزيون حتى نسمعك. من نهاية الاسكان الاسكانات دي كلها، الناس طبعا بالاطراف نعم، شكرا جزيلا لك. طيب هو بيتحدث، هو ماشي في الاتجاه بتاعك اللي هو بيتحدث عن هو تحديدا في الثورات واستغلال الواجهه النيليه الجديده والشارع بتاع النيل بتاع دروان الجديد بالضبط. في انه كيف تعمل في خط سريع يوصل اطراف شمال ام درمان بوسط الخرطوم والمركز الحضري يعني. بالضبط بالضبط. احنا زي ما وعدنا المواطن ان شاء الله هنوفر يعني خيارات كثيره يعني، وخاصه للمناطق البعيده يعني هتكون خطوط سريعه وما بتقف في المحطات، وفي نفس الوقت الخطوط التقليديه بتكون شغاله، وفي نفس الوقت شغالين برضه في الحلول الاستراتيجيه الثانيه يعني. بالنسبه للجبل الاولي واحد من الحاجات احنا شغالين فيها، او وبالنسبه ل الناس الجايين من شمال الخرطوم ومن جنوب الخرطوم اللي هو سميناه القطار المحلي، ونقدر نبشر المواطن ان شاء الله بنهايه العام ان شاء الله هيبدا مرحله التشغيل. انتهينا من فتره التصميمات واحنا في مرحله بتاعه العقودات النهائيه، والتمويل اولموست يعني جاهز بالنسبه له، هيبدا خط اول يعني من منطقه قري يعني شمال الخرطوم لحد وسط الخرطوم يعني بطول بتاع 67 كيلو تقريبا يعني، ثمان محطات رئيسيه في الطريق، وعندنا خط ثاني شغالين فيه. القطر ده تكلفته اقل يعني في اقل تعريفته؟ يعني تعريفه بتكون قريبه من نفس الحته بتاع الحافلات، لكن الميزه بتاعته انها سريعه وبتجيبك يعني يعني في فتره يعني سريعه جدا، اللي هو يعني من اقصى شمال بحري من اقصى الشمال بحري. يعني من حته بتاعت قري وحته بتاعت بيسموها المصفى. نعم. لحد وسط الخرطوم، وبرضه من وسط الخرطوم لحد جنوب الخرطوم حته بتاعت جيات والمسيد يعني. نعم. ده برضه بطول بتاعت 47 كيلو، والمرحله الثانيه ان شاء الله هنعمل الخرطوم جبل اولي، والمرحله الثالثه الخرطوم الحاج يوسف، ودي كلها يعني هساهم بصوره مستمره في زياده. دي في السنه دي ولا السنه الجايه؟ في لا الخطين الاوائل في السنه دي اللي هو جيات الخرطوم وقري او بعد جيلي الخرطوم، ان شاء الله دي هيكون خلال السنه دي ان شاء الله التشغيل بتاعها. يعني الخط بتاع الشمال الجاي من قري حتى الخرطوم، ومن خرطوم لمنطقه جياد او المسيد. ودي ليه سريع؟ لان اوريدي السكه الحديد القديم موجود، هنستخدم نفس السكه الحديد الموجود، كل الشيء المحتاج ليه بس نجيب المواعين بتاع النقل اللي هو بيسموها القطارات المحليه دي. نعم. ودي ان شاء الله شغالين بنصنع فيها مع شركات صينيه، ان شاء الله هتصل قريب يعني. نعم. ان شاء الله. طيب احنا نواصل ان شاء الله بعد الفاصل.